بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد مبروك مدرس فيزيكس ستيم اكتوبر. النهارده هنكمل الانفنتوري. المحاضره يعتبر مش عارف رقم 3 او 4 في الانفنتوري، هناخد فيها هوكس لو ويانج مودولس بالتفصيل ان شاء الله. هي محاضره لذيذه كده وسهله، ودي اصلا المنهج سنه اولى اساسا. يلا نبدا بقى ان شاء الله. هنبدا زي ما انتم شايفين بهوكس لو. وهوكس لو بيقول ايه؟ بيقول the amount of spring stretches is proportional، يعني directly proportional to the amount of force applied to it. يعني لو عندي spring واثرت عليه force، الforce دي directly proportional مع displacement. لو زودت الforce displacement هتزيد، قللت الforce displacement هتقل. يبقى الforce directly proportional مع الx، x هنا هي displacement، المسافة اللي اتحركها الobject. طيب ده معنى ايه؟ ان الforce equals negative kx، k the constant، هنسميه spring constant. طب ال spring constant ده عبارة عن ايه؟ ال spring constant هو fixed value depends on the type of the spring، يعني كل spring ليه k خاصة بيها. طب امتى غير ال k بتاعت ال spring دي؟ ال spring constant يتغير امتى؟ في حالتين، لو انت غيرت ال spring نفسه ب spring تاني، او غيرت حاجة من خصائص ال spring زي number of turns مثلا، قطعت السبرينج نصين، جبت سبرينج تاني ولحمته في الاولاني، فكده الكي هتتغير. وهنعرف هتتغير ازاي عشان لها رول خاصة بيها. اما الاكس هنا هي الديسبليسمنت اللي هيتحركها. ايه حكاية النيجاتيف دي؟ والله النيجاتيف دي هي بس مجرد ان بيوضح لك ان الفورس والديسبليسمنت بيكونوا in the opposite direction في حالة الرول ده. يعني عندي سبرينج سحبته مثلا يمين، انا سحبته يمين يعني الديسبليسمنت اتحركت يمين، يبقى هو جواه فورس في اتجاه الشمال، لو سبته هيتحرك شمال. يبقى الفورس اللي اتخزنت جواه جوه السبرينج هو ده بيبقى اوبوزيت دايركشن للديسبليسمنت اللي اتحركتها. يبقى انت لو جبت سبرينج ضغطت عليه ناحيه الشمال، يبقى هو عايز يتحرك يمين، يبقى عايز فورس يتحرك ناحيه اليمين. فتخلي بالك ان الفورس دي سموها اسم تاني خدناها زمان لو فاكرين، اسمها ريستورينج فورس. يبقى ريستورينج فورس هي الفورس بتاعت هوكس لو اللي احنا هنتعامل معاها دايما. طيب لما نتكلم على هوكس لو لازم نلاحظ حالتين، حاله اسمها الاستيك وحاله اسمها بلاستيك او ان الاستيك بيهافير. ايه الفرق بين الحالتين دول؟ هوكس لو يا جماعه بيتعامل مع مرحله واحده بس اسمها الاستيك بيهافير. يعني ايه برضو باختصار؟ يعني لو عندك سبرينج، السبرينج ده لو انت اثرت عليه فورس هيتحرك بمسافه معينه. طيب لو شلت الفورس المفروض السبرينج يرجع تاني مكانه، يبقى هو كده لسه في مرحله الالاستيك. مرحله الالاستيك مرحله المرونه او بيسموها elasticity. لو حصل لاي سبب من الاسباب انك اثرت فورس على سبرينج او السبرينج مرجعش تاني مكانه، طبعا مش لازم سبرينج هو اي اوبجكت، بس هو السبرينج كاكزامبل هو سهل جدا تقدر تتخيله. يعني في الحاله دي يبقى انت بوظت الشكل وعملت حاجه اسمها deformation، ويبقى كده وصل لمرحله اسمها البلاستيك. البلاستيك يعني كانه اتكسر كده، يعني باظ السبرينج، ما ينفعش اطبق عليه القوانين بتاعت هوكس لو. يبقى القانون اللي فات اللي هو F equal negative kx هو قانون محدد بمنطقة اسمها الإلاستيك، لكن منطقة البلاستيك يعني هيتكسر بقى ويبوظ ويتشوه الشكل. لو انت جبت سبرينج وشديته كده بغباء هتبوظه، مش هيرضى يرجع تاني مكانه، يبقى كده السوستة دي باظت وما اشتغلتش معاك بنفس الطريقة. يبقى عندي كده مرحلتين، مرحلة اسمها الإلاستيك ومرحلة اسمها البلاستيك. الإلاستيك تنطبق عليها القوانين اللي هي الفورس دايركت بروبورشن مع الديسبليسمنت. طب بعرفها ازاي؟ بتعرفها بالقاعده دي. بص انا كاتب لك ايه؟ if the material returned to the original size، يعني رجع لشكلها الاصلي او الشكل الاصلي and shape. طبعا اي material مش لازم يكون spring، بس اي material ينطبق عليها الكلام ده. لو جبت سفنجه مثلا وضغطت عليها وسبتها هترجع مكانها، يبقى انت كده دي مرحله الالاستيك material and the shape. when you remove the force stretched at، يبقى لما تشيل الفورس تعمل remove للفورس، الاوبجكت يرجع لنفس الايه الحاله الاصليه. وي سي ذات ذا ماتيريال از الاستيك بيهافير. البلاستيك هي الحاله بقى العكسيه. البلاستيك او بيسموها ان الاستيك ذا ماتيريال از وان سي ذات ديفورمد. ديفورمد يعني تشوهت، باظت، مش هينفع ترجع تاني. كانك جبت مثلا حديده وضغطت عليها ضغطه جامده جدا، ما بقاش ايه ينفع ترجع للمرحله الاولانيه. افتر يو هاف تيكن ذا فورس اواي، يبقى الحاله دي اسمها بلاستيك بيهافير. قوانين شغالين عليها هي الجزء الاولاني بس اللي هو بتاع البلاستيك بيهافير. if you apply too big force، too big a force، فورس كبيره جدا،
the material will lose its elasticity. لو فقد الإلاستيسيتي والمرونة بتاعته يبقى كده مش تبع الرولز اللي احنا شغالين عليها. احنا شغالين على رول بتتبع الإلاستيك بيهيفير. اوكي طيب يبقى باختصار اللي احنا قلنا ده كله ايه؟ ان راجل هوك ده اكتشف ايه؟ هوك discover that the amount of the spring stretches is proportional to the amount of force applied to it. معناها ان displacement والforce directly proportional زي ما قلنا من شوية. ده برضو ممكن يدينا معنى تاني. This means that if you double the force, it extension will be double. اكيد طبعا. ولو triple force, extension will be triple. يعني الx لو كانت هيبقى triple لو الforce triple. الx double لو الforce ايه is double. ده شكل الاكسبيرمنت بيتم ازاي. لو المفروض يكون عندك السبرينج وعندك ماس معينه. الماس دي مثلا لو 5 نيوتن ويت يبقى كده ده الفورس اللي علينا. بتشوف الفورس في حركه مسافه قد ايه، مزود الفورس بعد كده مثلا بدل ما هي 1 نيوتن 2 نيوتن 3 4 5 تلاقي الكيرف ماشي ستريت لاين. بس الكيرف مش هيفضل ستريت لاين كده فور ايفر، هيجي في مرحله ويبدا يخش في مرحله اسمها ييلد بوينت هنشرحها بعد شويه. فاليلد بوينت هتلاقي النقطه بدأ الكيرف كمان يقرب كده يبقى بارل للاكس اكسس، وبعدين كيرف ينزل لتحت كمان وكده يبقى انهار الشكل. مش هينفع اطبق عليه ايه قانون بتاعت هوكس لو. يبقى اف ايكوال نيجاتيف كي اكس زي ما احنا قلنا. مين كي؟ كي سبرينج كونستنت. ومين اكس؟ الاكس دي قلنا هي ديسبيسمنت، وطبعا النيجاتيف عشان اوبوزيت دايركشن. هنتكلم شويه على الكي وناخد بعض التفاصيل الزياده عن الكي. اول حاجه الكي ده بيبقى depends on the spring. طب عشان اخلي الكي كبيره او صغيره ده هيفرق في ايه في السبرينج؟ عايزك برضو تفهمها. السبرينج اللي الكي بتاعتها اكبر معناها ان سبرينج ضخمه ومحتاجه فرصة عاليه عشان تتحرك، زي سبرينج اوف ذا كار. هتلاقي العربيه كده في حاجه اسمها مساعدين حواليها سوسته كبيره، السوسته دي تعتبر سبرينج. تتوقع الكي بتاعتها ايه؟ رقم كبير جدا عشان تتحمل ويت وفرصة كبيره ليها وزن العربيه والناس اللي جواها. لكن انت عندك في القلم بتاعك في ساعات في سبرينج كده سوسته تافهه صغيره جدا، الكي بتاعتها بتبقى فيري سمول فاليو. يبقى الكي بتبقى لارج او سمول، ده هيأثر في ايه؟ هيأثر في الفورس اللي هي محتاجاها عشان تتحرك لمسافه معينه. اللي هتحتاج فورس اكبر هتبقى الكي بتاعتها اكبر، هتحتاج فورس اقل الكي بتاعتها اقل. وده بيعتمد بقى على الماتيريال والنمبر اوف تيرنس وعدد اللفات بتاعتها وحاجات كتيره. طيب ده معناه ان اللارج سبرينج كونستنت هيدينا ايه؟ هيدينا حاجة بنسميها stiffer spring. spring stiffer يعني ناشفة، ما بتتحركش كده بسهولة. بص كده على الجرافات دي ممكن تفهم الموضوع بسهولة. اول جراف على الشمال ده stiff spring. stiff spring يعني محتاج فورس كبيرة عشان يتحرك. السبرينج اللي في النص ده يعتبر الكي بتاعته اقل شوية، وده هيبقى ايه؟ softer spring. spring ضعيف كده ممكن تحركه بقوة بسيطة. اما بقى اخر واحد بقى اللي هو even soft spring، ده حدث ولا حرك بقى، معناها ان اقل فورس ممكنه، اقل فورس تقدروا تعمل له اكستنشن ويتحرك بسهوله، وده اللي بيخلي الايه السبرينج ده يكون ضعيف شويه. يبقى ده دلوقتي تفهم معنى الكي. طيب في حاجه مهمه، انا كل ده شغالين على مين؟ على الالاستيك بيهيفير. يعني ما ينفعش ازود عن الالاستيك بيهيفير لان كده القوانين دي كلها مش هتبقى صحيحه، وهنشوف لها جراف بعد شويه. طب الحته اللي جايه بقى حته مهمه جدا، بص معايا. لو وصلنا اكتر من سبرينج سواء سيريس كونكشن او بارالل كونكشن، بتعامل معاهم ازاي؟ بجيب الكي بتاعتهم ازاي؟ نبدا الاول بالبارالل كونكشن. البارالل كونكشن زي ما انت شايف بيبقى اتنين من السبرينج او اكتر متوصلين بارالل اوف اتش اذر. يشترط عشان نطبق القاعده دي ان كلهم متوصلين بنفس الاوبجكت بنفس الماس، لان ده بيسموه سيستم اسمه ماس سبرينج سيستم. يعني ما ينفعش السبرينج ده من غير ماس، لازم يكون في ماس في القانون بتاعك، لان اصلا هو بيفترض ان السبرينج نفسه ماسلس وملوش ماس. خلاص يبقى البارالل كونكشن بيكون عندي اتنين سبرينج او اكتر بارالل. بتعامل معاهم ازاي؟ بتعامل معاهم عكس الريزيستنس اللي موجوده في الالكتريستي في الجزء بتاع الكهرباء. انت عارف ان الريزيستنس لما بيكون بارالل او بتكون سيريز ليها طريقه في التجميع. في السيريز كونكشن بعمل بلس، هنا بقى في البارالل كونكشن تعمل بلس. فالكي الكي توتال يعني تبقى ايكوال كي 1 بلس كي 2، ولو في 3 كمان هيبقى بلس كي 3. خلاص ده كده موضوع البارالل كونكشن. موضوع السيريز كونكشن، عشان طلع الكي للسبرينج كونستنت للاثنين، يعني لازم في الحاله دي اتعامل مع ايه؟ في السيريز كونكشن كان عندك بارالل كونكشن بتاعت مين؟ بتاعت الريزيستنس.
يبقى ال K التوتال للتو سبرينجز بس لما يكونوا سيريز هيبقى K1 multiplied K2 over K1 plus K2، يبقى اللي فوق دول multiplied اللي تحت دول plus K1 plus K2، كده طلعت ال K total للاتنين مع بعض. طب خلي بالك بقى من حاجة، لو في أكتر من اتنين، لو هما تلاتة سيريز كونكشن، تلاتة سيريز أتعامل معاهم إزاي؟ ما ينفعش القانون ده. ساعتها يبقى في قانون تاني اللي هي 1 over K اللي هي K total equals 1 over K1 plus 1 over K2 plus 1 over K3، والإجابة اللي هتطلع اقلبها عشان تطلع K total. طب لو في 4 5 أي عدد خلاص طبق القانون الأخير ده، 1 over K total equal 1 over K1 plus 1 over K2 plus 1 over K3 plus 1 over K4 and so on، وعد بقى زي إيه أي عدد عندك. لكن لو هما اتنين بس series connection هيبقى K1 multiplied K2 divided K1 plus K2. في امتحان ستيم السنة اللي فاتت جه تو سبرينج سيريز كونكشن، وكان واحدة منهم كانت 30 والتانية كانت 60، وكان عايز التوتال كي من الاتنين. كان سؤال مباشر جدا، بس المشكلة ان كان في طلبة مش فاكرة القوانين. ففي السيريز كونكشن هيبقى كي 1 مالتبلايد كي 2 يعني 20 مالتبلايد 60 اوفر 20 بلس 60 هيطلع كان سوري كان 30 و60 كانوا الاثنين سيريز كونكشن، والتوتال هيطلع 20. بغض النظر التوتال هيطلع كام، بس المهم تبقى فاهم ان انت تحسبها ازاي وايه الطريقه اللي احسب بيها. خلاص ده الكي في البارال كونكشن والكي في السيريز كونكشن. طب ممكن نفهمها تاني بقى بالفيزيكال مينينج، بعيد عن الارقام. بعيد عن الارقام، احنا في العربيه عندك 4 سبرينجز، في اربع مساعدين، فيهم اربع سوست مختلفه. الأربعة دول كل واحدة لها كي، فده بيزود التوتال كي بتاعتهم كلهم. لكن يبقى أنا كل ما هزود سيريز سبرينجز، طالما سيريز هزودهم كبارايل، لأن كل اللي في العربية دول متوصلين بماس واحدة يعني هم بارايل كونكشن، هقدر ساعتها أزود الكي. يبقى العربية يا جماعة متوصلة بارايل كونكشن أوف ذا سبرينجز، فالكي بتزيد. كل ما العربية تبقى أقوى وأتقل زي العربيات التريلا والنقل، لاحظوا ان هما بيعملوا كاوتشات اكتر. يعني العربيه مبقاش فيها اربع عجلات بس، يبقى فيها ستة او تمانية او عشرة. العدد لما بيزيد بيزود معاه السبرينج بالمره، ما كل عجله متوصله بحاجه اسمها مساعد، والمساعد ده معاه سبرينج. السبرينج ده كل ده متوصل بارايل، فيزود الكي، يزود قوه التحمل بتاعه العربيه على السبرينج، وده طبعا لازم يكون ليها كي معينه. في بقى معلومه كده فوق البيع تعرفها، ان السبرينج مش ليه كي وبس، السبرينج بيعمل فايبريشن، والفايبريشن بتاعته بتقل بالتدريج، بيحصل لها حاجه اسمها دامبنج اوسيليشن. الدامبنج اوسيليشن ده مطلوب في العربيات عشان الفايبريشن ما يستمرش للابد. احنا عايزين العربيه يحصل لها فايبريشن مع المطبات، وبعد كده الفايبريشن يقل بالتدريج، فالشخص اللي جوه يقعد هادي والعربيه تبقى هاديه. فالسبرينج نفسه بيحصل فايبريشن، وكمان في زيت كده جوه المساعد وشويه ميكانيزم كده معين يقلل الفايبريشن بالتدريج لحد ما الفايبريشن تقريبا يتوقف، وده اللي بيساعد ان العربيات الحديثه قوي ما بتحسش قوي المطبات البسيطه، عشان الميكانيزم ده معمول بطريقه سليمه وصحيحه. خلاص دي طريقه من ضمن ايه الطرق بتاعتنا. طيب نرجع تاني ناكد ايه هي بقى اصلا كلمه elasticity، وايه هي الدرجه بتاعت المرونه، يعني ايه كلمه مرونه اصلا. ليها اكتر من ديفينيشن زي ما انتم شايفين، بس انا هركز على المعنى العام بتاع elasticity، والديفينيشن اللي تحت اسهل بشويه. معنى كلمه elasticity يعني ability of an object or material to resume its normal shape، عشان يرجع لوضعه الاصلي او وضعه او شكله الطبيعي. زي ما قلنا من شويه، لما تيجي سفنجه وتضغطها وتسيبها، فالفوليوم بتاعها يرجع بنفس الشكل الاصلي، فيبقى كده هي عندها elasticity. وهكذا لو انت عندك اي ماتيريال فيها نسبه مرونه، بيبقى فيها ايه الاستيستي معينه، المخده، المرتبه بتاعه السرير، مش عارف حاجات في حياتنا كتيره، وممكن تكون حاجات صغيره ومش باينه زي انواع من الفل الصغير كده او الماتيريالز اللي ممكن تتاثر بالفورس وتحصل لها تشينج اتس شيب وبعدين ترجع تاني. كل ده باختصار معنى كلمه الاستيستي. يبقى الاستيستي معناها ان قدره الماتيريال انها تعمل ايه، ترجع لشكلها الاصلي افتر the cancel the force acting on it. لحد ما نكنسل الفورس نقدر نشوف ايه، نقدر نتعامل مع الالاستيسيتي. طبعا هو الديفينيشن في حد ذاته مش مهم قوي، المهم نفهم عشان نتعامل مع الالاستيسيتي في تو كونسبت لازم تعرف تفرق بينهم. ايه هما؟ كونسبت اسمه ستريس وكونسبت اسمه سترين. عايزين نعرف سريعا كده ايه الفرق بين كلمه ستريس وكلمه سترين.
نبص كده مع بعض الفرق كديفينيشن بعدين نشرحه. نبدأ بكلمة ستريس. طبعا يا جماعة الموضوع ملوش علاقة بالرسمة، الرسمة دي مجرد بس فرق بين الاتنين، لكن الرسمة مش بتعبر عن الستريس والسترين. الستريس معناها ايه؟ ممكن تفترض كده ان الستريس هي البريشر اللي بتأثر على الاوبجكت. يعني لما اجيب سفنجة واضغطها انا بعمل ضغط عليها من كل حتة، الضغط ده هو بريشر. يبقى الستريس هو البريشر، هو عبارة عن فورس بير يونت اريا اوف ذيس ايه اوف ذيس شيب. طبعا هي الستريس بنسميها فورس بير يونت اريا، تشبه بالظبط كانها بريشر، لان الاصل بريشر معناه فورس بير يونت اريا. خلاص، يبقى عشان احسب الاستريس بتاعت اي حاجه كان في قانون خاص للاستريس. الاستريس القانون الخاص بتاعته فورس اوفر ايه اوفر اريا، يبقى اليونت بتاعته هتبقى نيوتن ديفايدد متر سكوير، نيوتن ديفايدد متر سكوير. اوكي، ده معنى كلمه ستريس. اما الاسترين بقى، الاسترين هو اللي تشينج اللي حصل للشكل بالنسبه لشكله الاصلي. يعني مثلا الفوليوم الاصليه كلها كانت 100، انا لما ضغطت عليها بقت مثلا 70، يبقى كده الاسترين بحسبها ازاي؟ بشوف دلتا فوليوم اوفر في نود اللي هي الفوليوم الاصلي. دلتا في اشوف الفوليوم هي قلت قد ايه، قلت 30 ديفايدد الفوليوم الاصلي، الفوليوم الاصلي اللي هو هتبقى في نود اللي هي 100، تبقى 30 اوفر 100. ده مجرد اكزامبل للفوليوم، ممكن ده يحصل لللينث، ممكن يحصل لاريا، ممكن يحصل لفوليوم. احنا هنتكلم اكتر حاجه في شرحنا عن اللينث عشان ده اللي بيشرح اليانج مودولس، اما الباقي البالك مودولس والشير مودولس دي مش عندنا في الكونسبت، احنا عندنا بس حاجه اسمها يانج ايه يانج مودولس. خلاص، يبقى ده معنى كلمه ستريس ومعنى كلمه سترين. يانج مودولس بقى فين القانون بتاع يانج مودولس؟ افكرك بالقانون اللي قلتها من شويه. ايه هو الاستريس تاني؟ الاستريس عباره عن فورس اوفر اريا، الفورس بالنيوتن والاريا متر باور 2. الاسترين هي عباره عن لو الاسترين ده عباره عن لينث، يعني هي الاكستنشن بالمتر ديفايدد اللينث الاصلي بالمتر، اللينث الاصلي الاكستنشن اللي هو الدلتا ال او الدلتا دي، الديسبيسمنت شوف قلت قد ايه او زادت قد ايه، لان طبعا انت ممكن في اليانج مودولس ممكن تعمل ستريس سواء ان او اوت، يعني عندك سبرينج تضغط عليها لجوه كده فاللينث تقل، او تسحبها لبره فاللينث تزيد. الاثنين دول مع بعض كده بنسميهم ايه؟ سترين. يبقى السترين كقانون هو عباره عن الاكستنشن اللي هو التغير اللي حصل في اللينث ديفايد اللينث الاصليه، واقدر اطبق القانون عليها بالمنظر ده. طب يانج مودولس هنختصرها بواي ام. يانج مودولس هتبقى عباره عن ايه؟ ستريس اوفر سترين. طب الستريس لسه قايلين فورس اوفر اريا، والسترين عباره عن لينث، المفروض يعني الدلتا L over A over L node. لما نرتب القانون هيكون بالمنظر ده. طب يانج مودولس لما احسب القوانين دي ايه اليونت بتاعته؟ يونت اوف يانج مودولس هي نفس اليونت بتاعت الاستريس. طب ليه؟ لان الاسترين ما بقاش ليها يونت، بقت يونتلس، لان الاسترين هتبقى مثلا متر ديفايدد متر فكنسلوا مع بعض. يبقى اليانج مودولس نفس اليونت بتاعت الاستريس اللي هي هتبقى المفروض نيوتن ديفايدد متر باور 2، وينفع اسميها باسكال لان ده يونت اوف بريشر، في بعض ايه الكتب يكتبوها باسكال، باسكال برضو هيكون صح بالنسبه لنا. هنا بنشرح جراف بين الاستريس على الواي اكسس والسترين على الاكس اكسس، والجراف ده من ضمن الجرافات اللي ممكن تحسب بيها اليانج مودولس لاي ماده. طبعا ممكن حد يفكر هو احنا محتاجين جرافات ليه، ويانج مودولس اصلا بتحس في ساعات ان اهميتها بسيطه قوي، ايه شويه سبرينج وكلام زي كده. هقول لك لا، اليانج مودولس ده بيتطبق كمان على حاجات تانية زي الحديد مثلا، حديد التسليح زي في هندسة ان شاء الله لما نخش هندسة، الاعمدة اللي مش عارف قوة التحمل بتاعت سقف معين، اقدر احط الاعمدة فين في انهي مسافات، كل ده ليه علاقة بستريس وسترين ويانج مودولس للحديد والزلط والمواد المتركبة جوه، وتقدر تتحمل قوة قد ايه، واقدر اعمل التخن او الثيكنس بتاعت السقف قد ايه، حاجات بقى هندسية كتيرة، وتصنيع الكباري والمنشآت كلها بتعتمد على جزء من القوانين دي. يعني عشان تبقى عندك بس خلفيه ان احنا شغالين في كمان حاجات ليها ابلكيشنز كتيره بعد كده، بالذات في الناس شغالين في هندسه. طب بص كده عشان الجراف ده فيه زحمه كتير قوي زي ما انت شايف، هنركز على نقطه نقطه كده سريعا. الاستريس والسترين، اولا البروبورشنال من اول زيرو تفضل ماشي كده لحد البوينت A اللي هي بروبورشنال ليميت. بروبورشنال ليميت يعني القانون بتاعنا صحيح، وطلع يانج مودولس لحد بوينت A اللي هو بدايه الكيرف ما يبدا يحود جامد، اقدر اطلع يانج مودولس بسهوله، وده اسمه البروبورشنال ليميت. بعمل ستريس اوفر سترين فيطلع لايه؟ يطلع لي يانج مودولس.
طيب من اول ايه يبدا الكيرف ينحرف ينحرف لحد ما في نقطه تحس ان هو خلاص وصل ليها، يبقى بارل للسترين او بارل للاكس اكسس، اسمها الاستيك ليميت او يلد بوينت. خلي بالك ان بعد الاستيك ليميت المنطقه كلها يبقى اسمها بلاستيك بيهيفير. يبقى في عندي حاجه اسمها الاستيك بيهيفير وبلاستيك بيهيفير. بلاستيك بيهيفير يبقى خلاص كده الايه القوانين كلها مش شغاله معايا والدنيا عندي هتبقى فيها اخطاء. طيب بيحصل ايه في البلاستيك بيهيفير؟ في البلاستيك بيهيفير بتلاقي من غير ما بعمل سترين، يعني السترين شغال من غير ما يكون في ستريس، ما بضغطش ومع ذلك هي عمال ينكمش لوحده، الماده بيحصل لها اكسبانشن لوحدها من فورس متخزنه جواها شبه عمليه الانرشيا، الموليكولز اتاثرت بانرشيا ويبدا تتحرك لوحدها، بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها سترين لوحدها من غير ما اعمل ستريس اساسا ولا اضغط عليها. يبقى انا وصلت لمرحله هي عماله تضغط عليها لوحدها، كان يعني عندك عجينه ضغطتها ضغطه اولانيه سبتها لقيتها عماله تتفرد لوحدها كده، يبقى هي في مرحله البلاستيك بيهيفير، مش انا اللي باثر عليها وما اقدرش اطبق عليها ساعتها في اللحظه دي القانون بتاع ايه بتاع يانج مودلس. يفضل ده يستمر لحد نقطه معينه اسمها فراكتشرال بوينت، نقطه انهيار تامه والحاجه تتقطع او تتكسر لاجزاء مختلفه. تخلي بالك من ايه؟ من النقطه دي. يبقى احنا في كيرفينا هنا هنشتغل على منطقه ايه؟ منطقه الالاستيك بيهيفير، لكن منطقه البلاستيك بيهيفير دي مالناش دعوه بيها في شغل القوانين. منطقه الالاستيك بيهيفير نفسها فيها كذا نقطه، فيها نقطه اقدر اشتغل عليها في القوانين تبقى سليمه والارقام تبقى صحيحه لحد بوينت ايه. عند بوينت بي ده اللي هو نهايه الالاستيك ليميت، ومن بوينت بي لحد الاخر ده كله ده اسمه بلاستيك ايه؟ بلاستيك بيهيفير. كده احنا ايه عدينا على الحاجات دي سريعا، وان شاء الله تلاقيها سهله جدا في الاسئله وما فيهاش مشاكل. نشوف بعض الاسئله شكلها عامل ازاي. هناخد يا جماعه مجموعه من الاسئله هنا والاكزامبلز البسيطه وفي نفس الوقت مهمه فيها شويه افكار لازم تعرفها. ده اول سؤال، وكالعاده عايزك تقف السؤال تقعد تفكر فيه وتحل وتطلع الاجابه وتشوف الاجابه بتاعتك هتطلع زي ما اتفقنا ولا لا، ولو غلط ارجع تاني للشرح اسمع تاني يمكن ما خدتش بالك من حاجه. اول سؤال بيقول لك the steel lift at the column of surface station 4 متر. ده ايه ده؟ ده اللينث. يبقى اللينث بتاعت الستيل دي عبارة عن 4 متر لونج وكمان 0.2 متر ديامتر. الديامتر ده هستخدم منه ايه؟ الديامتر ده تعمله divided 2 فيبقى radius. طب radius عامل بيه ايه؟ هتعمل باي ار سكوير عشان يبقى area. طب اجيب الاريا ليه؟ عشان انت محتاج حضرتك يكون عندك ستريس، فالستريس فورس اوفر اريا، فلازم يكون عندك اريا. واضح كده؟ عشان انا مش هحل الكلام بالتفصيل بس افهم معايا بالتدريج ده. يبقى الدايمتر تحولها لراديوس، والراديوس تخليها اجيب منها الباي ار سكوير او الاريا، واليونت كده مظبوطه مش محتاج اي تعديل. ذا يانج مودولس ايكوالز 20 مالتبلاي 10 باور 10 نيوتن متر باور 2. ده كده اليانج مودولس بتاعنا. طب كويس، جاب لي ذا يانج مودولس، عايز يحسب ايه؟ بيقول لك how much does the column shrink، يعني هينكمش قد ايه. يبقى هو عايز الدلتا ال، مش عايز ال الاصليه، ال الاصليه عندك 4 متر. عايز يعرف هينكمش قد ايه، هيقل قد ايه لما يضغط عليه بماس معينه 0.5000 كيلوجرام تراك اون ات. طيب ال 5000 كيلوجرام دي هستخدمها في ايه في القانون؟ القانون ما عنديش اصلا فيه ماس بس عندي فورس، والفورس في الحاله دي هي ويت، هي وزن الحاجه، فاعمل 5000 مالتبلايد 9.8. خلاص كده يا شباب بقى عندي ايه في قانون؟ بقى عندي الفورس من ال 5000 دي اعملها مالتبلايد 9.8، عندي يانج مودولس، عندي ال L الاصليه اللي هي 4، وعندي كمان الاريا اجيبها كده، اقدر اطبق القانون بطريقه مباشره واطلع الدلتا L من القانون وهيطلع اخر اختيار هو الصحيح. خلاص يبقى 3.1 مالتبلايد 10 باور نيجاتيف 5 متر. المساله اللي بعدها فكرة يعني متشابهة إلى حد ما بس فيها حتة جديدة مختلفة. بيقول لك a wire of diameter 0.2 مليمتر. هنا تخلي بالك من كذا حاجة، الديامتر مش محتاجه، أنت محتاج radius، فتخليها divided 2 هيبقى 0.1 مليمتر. تاني ملحوظة، المفروض تحول ده لمتر فتعمل multiply 10 باور نيجاتيف 3. يبقى الديامتر عشان يبقى radius هيبقى 0.1 multiply 10 باور نيجاتيف 3 متر. ده كده radius. فاكر بقى هنستخدم radius في إيه؟ هنحوله طبعا لايه؟ لاريا باي ار سكوير. طب حصل له ستريتشد باي 0.2%، زاد 0.2%، يبقى ده مين يا بطل؟ يبقى ده الدلتا ال، يبقى الدلتا ال عندي 0.2.
بس هي دي الدلتا ال، لان هي البرسنت بتاعنا بالشكل ده. هو جايب لك الدلتا ال جاهزه. When a 6.28 نيوتن فورس از ابلايد، جايب لي الفورس. الناس دي طيبه جدا، جايب لك الفورس والدلتا ال وجايب لك الاريا، يعني عندك كل حاجه. اكيد ناقص مين بقى في الاخر؟ What is the elastic modulus of this wire؟ كلمه elastic modulus قصده على اليانج مودولس. احنا افكرك بقانون تاني، يانج مودولس عباره عن ايه؟ فورس اوفر اريا. الفورس موجوده والاريا خلاص قلناها من الديامتر. طيب ديفايدد مين بقى يا بطل؟ المفروض ديفايدد ستريس، قلنا ستريس اوفر سترين. السترين ده عباره عن ايه؟ السترين ده عباره عن حاجتين، عباره عن الدلتا ال اوفر ال نود. طيب الدلتا ال بكام؟ الدلتا ال مش عارف، والال نود بكام؟ برضو مش عارف. الله، هي دلتا ال اوفر ال نود اللي هي مين؟ اللي هي 20% يا بطل. يبقى 20% مباشره هتحسبها هتطلع معاك 1 ملتبلاي 10 باور 11 نيوتن متر باور 2. السؤال الثالث النهارده بيقول لك doubling only the spring constant of vibrating mass spring system. يعني في ماس بتبقى متواصله مع سبرينج وبيحصل لهم فايبريتنج، وانا زودت مين بقى؟ زودت السبرينج كونستانت بس. What the effect of system mechanical energy؟ عارف ان هو سؤال مش في الحته دي بالظبط، بس انت عندك في الانفنتوري او في المنهج بتاعنا. الانرجي هذه قد ايه؟ بيتكلم على ميكانيكال انرجي، يعني بوتنشال انرجي بلس بلس كاينيتيك انرجي. طيب انت هنا ساعتها تتعامل مع ايه؟ تتعامل مع الماكسيمم بوتنشال انرجي، عشان الكاينيتيك انرجي ايكوال زيرو. والماكسيمم بوتنشال انرجي عباره عن هاف كي اكس باور 2، اكس هي المسافه. اللي زاد المره دي؟ اللي زاد المره دي مش المسافه، اللي زاد الكي. فالكي لما يبقى دبل الانرجي برضو بتاعت الميكانيكال انرجي هتبقى دبل، ويبقى انكريز ذا انرجي باي فاكتور اوف ايه؟ اوف 2. خلاص، يبقى الانرجي دايركتلي بورشن مع الكي، لكن هي دايركتلي بورشن مع الاكس باور 2، خلي بالك لو كان زياده في الاكس. السؤال اللي بعده، يعني ايه ستريس؟ ايه معنى كلمه ستريس دي؟ فكر كده في نمبر 4. الستريس دي قلنا عامله زي البريشر، يعني فورس اوفر يونت ايه؟ اوفر يونت اريا. يبقى صح ابلايد فورس بير ذا كروس سكشن اريا هتبقى دي. نمبر 5 سترين. ايه هو السترين ده؟ قلنا السترين هو عباره عن ريشيو بين الدلتا ال اوفر ال نود. الدلتا ال اللي هي الشينج ان لينث اوفر ال نود، اللي هي اللينث الايه الاصلي، وتبقى الاجابه عندك اول اختيار ريشيو بتوين ذا تشينج ان لينث تو ذا اوريجينال لينث. سؤال بسيط مش محتاج حاجه. اخر اسئله، السؤال اخر اثنين يعني 6 اند 7. سؤال نمبر 6 بيقول لك يانج مودولس از بروبورشنال كونستانت ذات ريليتد باي ذا فورس بير يونت اريا ابلايد. مالها بقى؟ بروبورشنال تو ذا سيرفيس تو ذا ايه؟ فكر كده في السؤال تاني. احنا دلوقتي بيقول لك يانج مودولس از بروبورشنال كونستانت، طبعا رقم ثابت. بروبورشنال ذات ريليت ذا فورس بير يونت اريا ابلايد، ماشي. يعني هو بيقول لك اليانج مودولس عباره عن فورس اوفر يونت اريا ابلايد، وبرده مع مين كمان؟ ناقص مين كمان في السؤال؟ هفكر، ناقص تشينج ان لينث، يبقى فراكشنال تشينج ان لينث اللي هو الحته اللي ناقصه في الاوبجكت. هي يانج مودولس عباره عن ستريس اوفر سترين، هو شرح لك الاستريس، ناقص مين؟ ناقص السترين اللي هي تشينج بتاعت الايه؟ بتاعت اللينث. طيب السؤال الاخير بيقول لك يانج مودولس كان بي يوزد تو كالكوليت ذا ستريس for a strain that is a. اليانج مودولس ده بيستخدم في جميع الحالات، حالات عشوائيه كده ولا في الكيرف؟ لما بصيت على الكيرف لقيت نقطه معينه ما ينفعش يتغير عندها، ايوه تمام، هيبقى below the yield strength. عندي yield point، تحت yield point اقدر اطبق، اكتر من yield point ما ينفعش اطبق عليها قوانين بتاعه اليانج مودولس ولا القوانين بتاعتنا. بكده يا شباب يكون وصلنا لنهايه انفنتوري كده سريع وخفيف وبسيط، اصلا انت منهج سنه اولى عشان كده ما خدش مننا يعني مجهود كبير، وان شاء الله تكون استفدتوا. ممكن نبعت على الواتس او الفيس اي حاجه عايزه، او حتى على اليوتيوب اي كومنت، وربنا يوفقك ان شاء الله وتتفوقوا كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.